صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يقول هل إذا كنت حالقا للحيتي ورأيت حليقا هل أنكر عليه وأبين أن ذلك حرام على الرغم من حلقي للحيتي، أم أن أسكت ولا أنكر عليه خوفا من قوله تعالى كبر مقتا عند الله؟ تنكر عليه وعلى نفسك، تنكر على نفسك أولا، تنكر عليه، تتوب إلى الله وتأمره بالتوبة. نعم.